بدأت المجالس الرمضانية في مختلف محافظات المملكة بالعودة إلى سابق عهدها قبل جائحة كورونا، حيث بدأت باستقبال روادها منذ بداية الشهر الفضيل. نعم، وتلعب المجالس الرمضانية دورا في تكريس مفاهيم التسامح والتكاتف وتجسيد التلاحم والتآخي والترابط المجتمعي ومد جسور التواصل بين مختلف فئات وشرائح المجتمع. مدرسة متكاملة ومصدر مهم لصقل الشخصيات لما لها من دور مهم في التنشئة الاجتماعية، فالمجالس الرمضانية في كافة مناطق مملكة البحرين أصبحت اليوم تعج بالزوار منذ بداية الشهر الفضيل بعد نجاح فريق البحرين في التصدي لجائحة كورونا، إذ أصبحت منتدى حواريا لتناول أهم المواضيع الوطنية وترسيخ ما بناه الآباء والأجداد من إرث تاريخي. ردت المجالس الحمد لله طبعا فضل الله سبحانه وتعالى، وإحنا في شهر رمضان الكريم ونشكر جهود فريق البحرين على الإنجازات اللي قامت فيها. إحنا اليوم طبعا ردت الحياة مرة ثانية وردت المجالس في القيام بدورها ومسؤوليات الوطنية في التقاء الأهالي، واليوم لربما هي جزء من أو صفحة من صفحات المشهد الوطني، إن المجالس كلها بدأت تفتح وبدأت تستقبل المجالس الأهلية تستقبل الأهالي، وهذه عمل إيجابي إن الناس تسأل عن بعضها وتطمن على بعضها. المجالس مدارس قالوها من قبل، وهذه إحنا اللي مخلينا متعلقين في مجالسنا، وقد ما نقدر نحافظ على هالعادات الطيبة هذه. يمكن نحن في دول الخليج البحرين تحسد على اللي هي فيه. لحد الآن مستمرين في إن نحن متمسكين بعوايدنا اللي مشى عليها، مثل إحنا ما نقول آبائنا وأجدادنا. هذه الجموع الغفيرة التي جمعت الناس تحت سقف واحد بمجالس مختلفة تعد دليلا قويا وواضحا لما يتمتع به المجتمع البحريني من علاقات ود ومحبة وتآلف لما بينهم بكافة أطيافه والدفع إلى كل ما يؤدي إلى التماسك بالوحدة الوطنية. صراحة المجالس الرمضانية تلعب دور كبير جدا جدا في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية في البحرين، فلاحظنا أن الموضوعات التي يمكن تطرق إليها في كل الموضوعات، المناقشة القضايا الاجتماعية مثل أشياء كثيرة جدا تشغل بال المواطن البحريني وتشغل المقيم البحريني. بعض المجالس قاعدين يعملون تغيير فيه، تغيير مثلا الحين مجلس عبد العزيز بوزبون مسوي تراثي الكل من كل العالم، احنا نجيبه نوديهم نقول ترى هذه التراث، تراث البحرين موجود هنا، وهذه أحد المجالس اللي في البحرين اللي قاعد تراوي الحال التراثية للبحرين في الواقع. هذا وتلعب المجالس الرمضانية الدور الكبير في تعزيز وتوثيق العلاقات والتواصل بين الأهالي، كما تعد ملتقى للم الأحباب والأصدقاء وإثراء روح الأسرة البحرينية. أهالي البحرين لا زالوا متمسكين بالمجالس الرمضانية التي تعتبر نافذة مهمة لمناقشة أهم القضايا الوطنية والمجتمعية، والتي تعكس العادات والتقاليد التي نشأ عليها المجتمع البحريني الأصيل. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.